أهلا بكم مجددا مشاهدينا، سعداء جدا أن نكون معكم اليوم عبر ظلال الأصيل. لقاء اليوم لقاء مع شاعرة شابة. أهلا حبابك رويدة إبراهيم. رويدة، لك مشاركات وكتابات عبر عدد من المنتديات المختلفة شاركتي فيها، وأيضا لك كتابات شعرية مختلفة. لكن رويدة إبراهيم، دعينا أولا نتعرف على من هي رويدة إبراهيم. رويدة إبراهيم، كما يحلو لي دائما انه الشاعر ليس من يقول انا شاعر. الشاعر بيطرح كتاباته، بعد ذاك ممكن يتقال عليه شاعر او، فانا ما ممكن اقول انا شاعر، لكن احب الكتابه، كتابه الشعر. كتابه الشعر، نعم. طيب رويده، بالتاكيد يعني كانت لديك بدايات، ودائما ما يحرص الانسان على ان يوثق لبداياته. يعني متى بداتي تكتبي وتجاهري بالكتابه؟ بدأت أجاهر بالكتابة يمكن 2017، كانت البداية من منتدى الثلاثاء في بيت الشعر، كانت يمكن هي الانطلاقة الحقيقية اللي خلتني أعرف يعني شنو شعر، يعني شنو بحور، يعني شنو كتابة الشعر الفصيح وقوانين وأدواته الحقيقية. طيب رويدة، يعني دائما ما ترتبط في شعر أو في ذاكرة الكاتب أو الشاعر ما كتب أولا، سواء كان قاص أو شاعرا، يعني أول ما كتبته رويدة هل باقي في ذاكرتها وتحفظه؟ والله هو باقي في الذاكرة، لكن أحيانا الشاعر مرات بحس إن البداية ممكن تكون شوية فيها مشكلة أو ضعيفة نوعا ما، لكن تحتاج للمزيد من الصقل. أيوة، لكن هي ممكن تكون عاطفتها تكون حقيقية أكثر من النصوص اللي ممكن تكون بشكل يعني ناضج أكثر في كتاباته. طيب ما بتذكري منها أبيات؟ في نص صغير كده. طيب، أخشى أن أصبح يوما ما جزءا من قصص منسية، جزءا من قصص لا تروى، أبطال حكايا وهمية. أخشى أن تصبح قصتنا كخرافة عشق شرقية، تبقى ليلى تبكي قيسا، تبقى عبلة تنشد عنتر، ورويدة تنتظر الآخر. محض دراما هزلية، ونصارع واقعنا الأرعن بمخالب أسد ورقية. لكني ما زلت هنالك أنشدك كأجمل أغنية، أغنية يمتد صداها بعوالم عشق وردية، وأردد فيه بجمال اسمك واسمي، اسمك واسمي في نبض الذكرى الأبدية. فأنا بدمائي ما زالت تجري الآلام العربية، ويظل بأعماقي طفل بملامح وجه كوشية سودانية. ما شاء الله، دي التجربة الأولى. أيوة، ما شاء الله. شكرا لك رويدة. يعني ارتبطت المرأة السودانية دائما يعني منذ القديم بكتابة الرثائيات، لكن جيلك أنت جيل رويدة يعني أصبح ينافس الرجال، وأيضا يتفوق عليهم أحيانا في كتابة الشعر باختلافه. ماذا تقولين في هذا الجانب؟ والله أعتقد أنه في رائدات كتار قدامنا هم يمكن رسخوا للفكرة بتاعت الأنثى الشاعرة اللي هي بتجاري مضارب الرجال في 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 النصوص الأدبية أو في لونيات الكتابة. لكن يمكن لأنه نحن بداياتنا كانت يمكن من حيث انتهت الجيل ده، جيل روضة الحاج وأخريات كثرين يعني. نعم. طيب رويدة، يعني الآن الساحة الشعرية والأدبية تعج بالشباب وكتاباتهم بمختلف، يمكن بيت الشعر نموذج، يعني هو يضم كوكبة كبيرة جدا من الشعراء الشباب، وتختلف يعني ألوانهم وشكلياتهم في أداء الشعر. يعني كيف تنظرين لهذه التجربة تحديدا، وتجربة الشباب السوداني فيها يعني؟ والله نحن نواجه مشكلة كبيرة في الإنتاج الأدبي، لكن من منحنى آخر أو من زاوية أخرى، فأنا يعني يمكن جايلت تجارب شعرية جميلة جدا وناضجة جدا لشباب يمكن من جيل أو من أجيال ورانا. نعم. بكثير يعني هم ما شاء الله يعني عليهم ناضجين جدا في لغتهم، في تراكيبهم، في حتى يعني على مستوى المشاركات الإقليمية والمحلية يعني. طيب رويدة، يعني أغلب الشعراء الشباب
السودانيين يعني يميلون إلى استخدام اللغة العامية، وبعضهم يميل إلى اللغة العربية الفصحى. يعني أنت إلى ماذا تميلي؟ أنا أميل للشعر الفصيح، رغم أنه الشعر الفصيح أصعب، يمكن تحدياته أكبر. أكيد. إذا نحن شايفين الساحة الشعرية، الشعراء الفصيح هم يمكن ما عندهم وجود أو بشكل مكثف زي الشعر العامي، لكن زي ما قلت لك نحن أنا جايلت تجارب جميلة، لكن على المستوى العالمي هم شغالين مشاركات، منهم مثلا كمثال شاعرة شريهان والتي هسع في أمير الشعراء تشارك إن شاء الله، ونتمنى لها التوفيق. ما شاء الله، ربنا يوفقكم. طيب رويدة، يعني الآن المشاركات والمنتديات بالنسبة للشعراء الشباب كيف ترينا؟ يعني إذا كان مشاركات خارجية أو مشاركات داخلية، هل مطلوب منهم الآن المشاركة خارجيا أكثر، أم من الضروري أولا إسراء الساحة السودانية قبل ذلك؟ بالأكيد طبعا الساحة المحلية هي الأولى بالاهتمام، لكن كما قلت إنه الساحة الأدبية حاليا فيها إشكالات كبيرة لرعاية الأدب، للمنصات المهتمة برعاية الشباب أو الأدباء خصوصا في المجال الشعر الفصيح. لكن يعني نحن نحمد الله إنه نحن لقينا بيت الشعر ولقينا أساتذة قدامنا وجهونا، علمونا إنه أنت كيف تكون رقيب على كتاباتك، تحييك روح الناقد وروح الشاعر، تعرف الأساسيات في الشعر الفصيح وما إلى ذلك. يعني طيب رويدة، يعني الكرم والشجاعة في الشعر السوداني أو الصفات باختلافها، يعني إلى ماذا تميل رويدة في الإظهار؟ وقبل ذلك أعطنا نموذج. أنا شخصيا يعني أغلب كتاباتي هي في الجانب يمكن العاطفي بشكل أكبر، لأنه أنا بميل يمكن للكتابات الفصيحة يعني، لكن يعني ما عندي صراحة نماذج للشعر. طيب من العاطفي، هل تحفظي أو تذكري؟ طيب. هو الشاطئ الآن يهمس نحويا صوب النوارس، حلق بعيدا وافرد جناحيك نحو المغيب، لقد كنت أبحث خلف المجازات عن نهر حرف وعطر غريب يجاور هذا الحنين حنينا، وأي المعاني يقارب حزني ويشبه وجهك سر مريب، وقربان هذه الحكاية قميص من الغيم يهطل دمعا غزيرا يشيخ وحيدا، وصبري يشيب وتمطر مد النوارس عيناي والقطر، هذه السماء بكتني مريرا فدتني الغيوم بدمع مهيب، هو الشاطئ الآن يغسل حزني آن عناق الندى في المساء، وطيف الحبيب يربت في كتفي الندى ويغمرني السحر يغدو رحيقا وجرحي يطيب، يحلق في الوقت يرقص متكئا في الغصون فما عاد يبدي البكاء والنحيب، وأجلس والنهر كالغرباء مليئين بالصمت والانتظار، وكنا حبيبين يا للنصيب، كلانا يراغب خطو الأماني، تغادر شط الهوى في اغتراب ويأمرنا الليل لا نستجيب، كظلين نحفل بالضوء صبحا فيفجعنا وجه أمس كئيب، ووجهك قد كان آخر ضوء يشاغب حلمي، فتبهت عينيك شيئا فشيئا، تغيب تفاصيل وجهك عني، أعود إلى عتمتي واللهيب، أنا والمساء انتظرناك غيما على حافة الشمس نرقب خطوك، لا أنت جئ ولا عانق الليل صبح قشيب، أنا والمساء انتظرناك غيما على حافة الشمس نرقب خطوك، لا أنت جئت ولا عانق الليل صبح قشيب، فليت المسافات تقتل شوقا وليت ظنون الغياب تخيب، فكن يا حبيب كما أنت نهرا من التيه واللطف يسري بقلبي، أو لا تكن تظل الحبيب. ما شاء الله، موفقة يا رويدة. يعني تكلمتي عن أنك تكتبي الشعر العاطفي، يعني أود أن أسألك، يعني هل الشعر العاطفي
هو نتاج لمواقف أو تجارب أو يعني متى تكتب رويدة؟ متى تكتب؟ رويدة تكتب حينما تشعر بالرغبة للكتابة. يعني لا تشكل المواقف أحيانا؟ والله أحيانا المواقف، لكن حتى المواقف مرات الشاعر بيختزل المواقف بتطلع في لحظة بتاع تداعي معينة، فممكن ما في نص اللحظة تطلع، لكن يعني التداعي يكون يعني ممكن بعد وقت معين مثلا تنضج الفكرة في 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 عقل الشاعر، وبعد ذاك بتجي اللحظة بتاعت استدعاء النص الشعري. نعم رويدة، يعني نسأل دائما ما هنالك يعني ملكات للشعراء بالكتابة عن الوطن تحديدا. الآن يعني وطننا يمر بمنعطف كبير، ونحن نستشرف عام جديد، نتمنى أن يكون السودان فيه آمنا ومسالما، وأن يعيش آفاقا أرحب، سواء كان في الجانب الاقتصادي أو في الاجتماعي. هل كتبت الشعر للوطن يا رويدة؟ لدي محاولات بسيطة في الكتابة عن الشعر، لكن دائما ما أقول أن الأم والوطن الكتابة فيه من أصعب الكتابات، لأنه لا شيء يفيهم حقهم يعني. فدائما نعم. الكتابة للوطن هي من الكتابات الصعبة، لكن يحضرني مقطع صغير كان هو يمكن أنا كتبته في لحظة بتاعت كان مهرجان للجالية بتاعت جنوب السودان، فكان في احتفاء وكتب يعني في اللحظة ديك بالضبط يعني استدعاء للموقف. طيب هو مقطع صغير ما طويل. تفضل. باسم الأرض وباسم الوطن، باسم الأرض وباسم الوطن، بخرطتنا جغرافيا الحب تسطرنا شعبا واحد، وكما أرسمه في صغري بدفاتر صف الجغرافيا لا زال السودان جميلا في ذاكرتي، وبدفتر أحلام الخالد وبذات الرسم بخارطتي تجمعنا أمشاج الإلفة من قلب النيل إلى الرافد، للساسة ما شاءوا من رسم، للساسة ما شاءوا من رسم، لكن الأرض لنا حتما ونظل بها شعبا واحد، سودانيونا سودانيونا بسحنتنا وهويتنا وتمازجنا ومحبتنا، والأرض لنا أجمل شاهد. ما شاء الله. رويدة، يعني هل فكرتي أن تجمعي هذه القصائد في ديوان؟ لدي محاولة لكتابة الديوان، لكن هنالك مشاكل يمكن لها علاقة بالنشر، أو يمكن النشر إحنا بنواجه مشاكل كبيرة في النشر حاليا، لكن هو كديوان موجود، بحاول إن أنا إن شاء الله أقدمه لجوائز أو لمسابقات إن شاء الله. طيب هل هنالك مشاركات خارجية تطمح رويدة أن تكون مشاركة فيها؟ المشاركات الدولية يمكن كبيرة وكثيرة، لكن لم أحاول حتى الآن، لكن باحتمال في مقبل الأيام يعني إن أنا أحاول إن أقدم في مشاركات خارجية. إذن قبل أن نختم هذا اللقاء نود أن نستمع إلى قصيدة أخرى. وبحبك أبحث عن معجزة تحيي الموتى، تبعث في موات النبض، أعود بعشقك أتنفس، يا بعض نقائي يا بعض نقائي، يا أنقى ما في كأول ضوء عند الفجر، وأعذب جرس أتحسس وجهك من نافذتي، أغرس في جسدي ضحكاتك كل حواسي تغدو لمس، وبحبك أبحث عن شفتي وعن أنثاي الفية، تجيئك طوعا حين تهز جزوع اليأس، أنا الملقية في بئر الخزلان، أنا الملقية في بئر الخزلان، سنينا لا تحسب من عمري أو إحساسي، تائهة في سرمدة أسود حتى أقاصي هذا البأس، يغسلني عطرك يغسلني عطرك، ثقب أسود يجذبني من عتمة ظني، فتحررني حين تناديني من يأسي، ثمة ترمي بي في نار لذتي، بين عيونك نزق الكأس، أتلمس أوردة الإحساس، أتلمس أوردة الإحساس،
وأبحث أبحث عنك مليا في ذاكرتي كالمجنون، وبين رفاتي وعصب الحدس لا أعرف، هذه اللي أعرف مهلكة جدا يا مولاي، وتلقيني من بحر نحو بحور في لا وعي، بحر أسود لا مرئي ولا متناه، يا للتعس أنت قرار لم أصدره، كلمات لم تنطق قبلا، لكني في أعين كل الناس مدان فيك بجرم العشق، أفوح حنينا مثل الشمس، ينبع عشقك مثل النافورة من جسدي، تنبعث روائح من أشواق مثل البني بعطر صباح شتوي، كدخان الآبري بكل شوارع قريتنا يتصاعد حتى عمق الحس، عشقك في جسد الشاحب كالطوفان يقتلع اللهفة، يعصف مثل أعاصير هوجاء ويدور بعقلي كيف يشاء، هذا ما يعرف بالمس. ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق الشاعرة الشابة رويدة إبراهيم، وأن نستمع إليك إن شاء الله في كل المنابر العربية والمحلية بإذن الله. شكرا لك، كنت ضيفة عزيزة علينا في ظلال الأصيل اليوم.